جاسم ها هنا. تبدو أقصر مما أذكر يا باسم. أما أنت فلم تكبري قيد أنملة يا رفقة. حسناً، لسنا هنا كأعداء. لا، لكننا لم نتقاعس عن ساحة التدريب قط. تقول روشان إنك من هذا المكان. شيء من هذا القبيل، لقد عشت هنا فترة قبل أن أغادر إلى الأنبار. لا يختلف هذا المكان عن أماكن اعتدتها، الأغنياء يمسحون قذارتهم بثياب الفقراء. هذه الكرخ التي أتذكرها. لم تعد الكرخ التي تعرفها، لقد كشفت رفقة حياً يشوبه الفساد أشد من المعتاد. تشيع الأخبار عن مضايقات المسؤولين ومصادرة السلع والتحكم بها، نعتقد أن ثمة من يسيطر على الحي هنا. دعيني أخمن، التنظيم. ثمة مزاد سنوي يقام، دائرة المال، حيث يتباهى فيه لابسو الحرير بثرواتهم. وطبعاً هذا الحدث يقتصر على المدعوين، وقد يقوم بحضوره أحد أهدافنا. ما يعني دخول المزاد والعثور على الشخص المسؤول عن هذا؟ ممتاز، تتعلم بسرعة. تجدين صعوبة في المواكبة؟ قد نجد أدلة إذا تتبعنا جذور المشكلة. سأريك أين يعدون الشراب، لنلتقي عندما تستعد. معلمتي. أمستعد يا باسم؟ الكرخ ينتظرك. مستعد، لنتحرك. اتبعني. أفكرت أنك سترجع هنا إلى الكرخ؟ لا، قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع، وكونت صداقات مع الفئران والصراصير. بعض الذكريات طيبة، لكن أكثرها مريرة. تساهم الذكريات في تشتيتنا. نشر التنظيم نفوذه في كل شق من المدينة، وحولوا بغداد إلى مزرعة لهم. سيتغير ذلك. تثقل المسؤولية كواهلنا. آفة التنظيم تصيب الكرخ، ولا يستطيع أحد سوانا مداواتها. كيف تأقلمت رفقة مع الكرخ؟ إنها لا تحب السياسة، لكنها مضطرة لأداء واجبها. لا يحب أحد الكرخ لأول وهلة. التنازع في التجارة، الهوس بالمال، العطور. الناس هنا سعداء بضياعهم في نعيم جهلهم. جنة لا يتحمل كلفتها سوى الأثرياء، وغالباً الفاسدين. يقول إنه حصل على تلك بالفعل. هيا كدنا نصل. مرحبا بعودتك إلى الكرخ. لا تزال رائحة التوابل تعبق بالجو. كيف كان شعورك عندما قتلت نفساً لأول مرة؟ بالكاد أتذكر. كان رجلاً عرفته جيداً فيما مضى، قبل كل هذا، قبل المستترين. ألا تتذكرين؟ دفنت ذكرياتي بجواره، ورفضت أن يطاردني موته كما طاردتني أنفاسه وهو حي. لن أدع الماضي يحدد هويتي، لهذا أعتبر نفسي الآن بنت لا أحد. إن لم نخمد العاصفة التي بداخلنا في يقظتنا،
فستدركنا في أحلامنا كما حدث معك أنت وجنيك. وصلنا السوق كما قالت رفقة. مر الحراس من هنا وكسروا القوارير وحطموا الصناديق. ما سبب هذا العدوان؟ لنكتشف ذلك، سمعت أنهم يصادرون السلع الأجنبية التي يأتي أكثرها من الطريق الشرقي. الطريق الشرقي؟ أعتقد أنني أعرف شخصاً يمكنه المساعدة. لقد مر وقت طويل، آمل أنه لا يزال موجوداً حتى الآن. ستسعدني رؤيته مجدداً. لا تدع حنينك للماضي يحجب عنك واقع الأمور باسم. لن أفعل، أعلم أن الأشياء لا تبقى على حالها. لقد مر وقت طويل، ترى ما الذي قد تغير في الأرجاء هنا؟ ربما يجدر بي زيارة صديق قديم. أولاً تبدو كخرابيش رسومات الأطفال. كان عليها أن تدفع لهم عندما هددوها أول مرة. لقد صرت أقتات بشق الأنفس مع هذه الضريبة الجديدة المفروضة على متاجرنا. التجارة ليست سهلة. ما كل ذلك إذن؟ وهذا الأمر لا يكاد يسحق قطعة النقدية التي يدفعونها. اقطع إصبعاً، ربما تحل رباط صورة نقودها قليلاً. تمهل. ساعدني أرجوك، أتوسل إليك. هل شرحت لي ماذا حدث مع الوزير؟ ليس الجزء. لا نقود، لا أمان، تعرفين هذا. أو سنأخذ عطرك بدلاً من النقود. السلام عليكم. هذا ليس من شأنك، تحرك. ربما تفيدك هذه. ربما. عملنا بجد أيها الرجال، حان وقت الراحة. ماذا؟ لقد أنقذتني. ماذا فعلت حتى تتعرضي إلى مثل هذا العدوان من الحراس؟ لم أفعل شيئاً، إنما تنقصني النقود، إنها طبيعة التجارة، لكنني لا أملك الوسائل اللازمة لسداد ضريبتهم. هل تباع سلعك ببطء؟ لا، لكنهم زادوا قيمة النقود المطلوبة في الآونة الأخيرة. هذه هي المشكلة. لم تزدد عليك وحدك، بل على الآخرين كذلك. زادوها غالباً على أشخاص مثلنا ليسوا من هذا المكان أو مختلفين في العقيدة. بات الشعور بالأمان في الكرخ صعب. لدي شحنة متأخرة، أخشى أن الحراس قد صادروا سلعي وجمالي. كنت أنتظر وصولها مع بعض التجار القادمين إلى دائرة المال. هل لا تسدي إلي معروفاً يا صديقي وتبحث عنهم من فضلك؟ حسناً. إنهم على امتداد الطريق المؤدي إلى بوابة بغداد الجنوبية. قد ألحق بهم عند الينبوع على امتداد الطريق الجنوبي. شكراً يا سيدي. الطريق الممتد جنوب بغداد، ربما أعثر على التجار العالقين. كما كنتم. علي التخلص من هذا. لن تعجبك نتيجة الإزعاج. أظن ذلك مريضاً.
فيكون الحراس أشد انتباها مما مضى. لا أريدك هنا. لننظر على نطاق أوسع. هيا هيا. يفترض بالتجار أن يكونوا على هذا الطريق، ربما لاذوا بمرتفع جبلي. لابد أن ذلك المخيم يضم التجار. السلام عليكم، لقد أرسلتني صديقة لكم، قلقة على سلامتكم. بعد ما حدث للحصان من حقها أن تقلق، لكننا لا نعرف ماذا نفهم من هذا. دعوني أساعدكم، لعلي أستطيع اكتشاف ما حدث. سنكون ممتنين. لابد أن الجاني قد ترك دليلا، أثار أقدام وأثار دماء. لقد نقل رأس الحصان إلى وسط المخيم. حصان الجميل لجوم بدق. ملاكة، من عصاه يقدم على فعلة فظيعة كهذه. لا تنظر إلي، لم أرتكب مثل هذه الفعلة النكراء. ماذا حدث هنا؟ حدث الأمر في ظلام الليل، لم أستطع الرؤية جيدا، لكن رأيت شخصا على ما أظن. لا يمكنني الجزم. هل كان هذا حصانك؟ لقد أخذه حادس الآن، إلى جانب القلق بشأن عطش بغداد السخيف إلى النقود. لابد أن أقلق الآن على مشيتي. ملاكا، أرقد في سلام يا ليغوم. أعتقد أنني أعرف ما حدث. هذه رسالة تهديد، يحاول أحد منع وصولك إلى وجهتك. لا، من عساه يقدم على شيء كهذا؟ ليس لدي أعداء ولا شحناء. قد تكون هناك مصائر أبشع إذا وصلت السير في هذا الطريق. لأرافق عصبتك إلى البوابات. ستفعل هذا من أجلنا؟ شكراً، بارك الله فيك. بسرعة ابعدنا عن هنا. لنتحرك، المدينة ليست بعيدة للغاية. هيا، علينا مغادرة هذا المكان بسرعة. كان علي البقاء في البيت. أين ديارك؟ أتيت من بلاد الإغريب غرب هذا المكان وراء اليار. كنا ننقل بصحبة حصان ليغوم سلعا من بغداد وإليها. يا للمدن التي زرناها، القدس والبصرة وسامراء نفسها. هيا. يخبرني صديقك التاجر أن هذه السلعة متجهة إلى دائرة المال. نعم، المزاد الكبير حدث ضخم، ما يعني أن متطلباته أكبر. أتنوي حضوره إذن؟ حضوره؟ أتمنى فقط لو كان لدي ما أنفقه من النقود. إننا نوفر المؤن اللازمة للتحضيرات فحسب.
من أرسلكم؟ ماذا يجري؟ اقتضت مشيئة الله أن تجري. يقدم الحراس تقريرا لشخص يدعى العنقاء. هذا يؤكد شكوكي. لا تبتعد. يا للهول، أمن الممكن أنهم مرسلون لقتلنا؟ على الأرجح. هذا ليس عجيبا. أعلن اعتراضنا على الخلافة والضرائب الجائرة. قد يكلفنا الأمر رؤوسنا، لكن الساكت عن الحق شيطان أخرس. إنهم لا يحبون هذه المعارضة. لن أندهش إذا جعلوا منا عبرة للآخرين ممن قد يحاولون فعل الشيء نفسه. وصلنا بغداد، أنتم آمنون الآن. إنك رائع، شكراً لك. لقد وصلنا. شكراً لك يا سيدي. بغداد ليست آمنة. يشاع في الأسواق شيء عن تجار جروهم من متاجرهم. أسمعت بظلم كهذا؟ تقول الشائعات إنهم يستهدفون الذميين، أي التجار من غير أهل هذا المكان. يريد العباسيون حصة في جميع التجارات. بوجود النقود فأرواح الناس أمر هين. الرسالة التي تركها الحراس كانت من شخص يدعى العنقاء. إنه الشخص المسؤول عن الهجوم. جبات الضرائب عند الحراس اسمهم العنقاء. هذا غريب فعلاً. أليس طائر العنقاء أنثى؟ أخبرني باسمه وأين يمكنني العثور عليه. سهيل يسكن في قصر غرب الكرخ. لا أظنه يعمل بمفرده. شكراً يا صديقي، وفقك الله. اكتشفت ما تعنيه بعض الخطوط. هل يخدعنا الجن من أجل أن حمولة الطوب تلك التي سحقت رئيس زيارة جاب الضرائب. ما هذا إذن؟ انتظر. Yes.
رويدة، سأمزق أحشائك. ماذا؟ رويدك، انزل أيها الوغد، سأطلب رعدة. على رسلك. أين هم؟ يفترض أن يعودوا بالنقود. أوامر بزيادة الضرر تتدفق نقود أكثر إلى أيديهم. لعل هناك معلومات أكثر يمكنني العثور عليها هنا. الضرائب قد سددت. جاب الضرائب لا يعمل بمفرده. هناك شخص ليس من بغداد يتحكم في الخيوط. ثمة رائحة على الخطاب، عطر ورد مع حديد. الحصار عند الميناء ممول بالنقود الناس.
انتهيت من هذا المكان، لنحقق الآن في دليل آخر. لغت عن صناديقي أوراقي الجميلة. أي شراب طازج عندك من أجل اليوم يا كونغ؟ لا شراب حتى يعيد لوكا صندوقي، لكن إذا أتيت لشراء الشاي فلدي توصيات عديدة. كونغ، هذا أنا باسم. من تكون أنت؟ من؟ باسم. لست أبله، يدعي الجميع أنهم أشخاص أعرفهم. جاوبني على هذا، ما الشاي الذي كان يحبه باسم الذي أعرفه؟ الزنجبيل مع بعض الكركم. خطأ، باسم لا يحب الشاي. باسم، أيها الحسون الصغير، انظر إلى تأنقك. تعال تعال، اتبعني إلى متجري بعيداً عن هذا الرجل الفظيع. إذن أيها الحسون الصغير، ما الذي كنت تفعله؟ مضت سنوات كثيرة. أنتقل هنا وهناك، لقد اضطررت إلى مغادرة بغداد لفترة. الشباب. ماذا عنك يا كونغ؟ ما الذي كنت تفعله طوال هذه السنوات؟ أفعل ما أجيده، أجني النقود رغم وجود بعض الصعوبات في الأونة الأخيرة. الحراس في حالة تأهب قصوى، وقد قرر ذلك التاجر الإغريقي الإبلاغ عني في كل فرصة. أعلم أنه يريد أن أموت من الجوع، أو الأسوأ أن أترك له التجارة. أيها الحسون الصغير، أتذكر الثنائي المبهر الذي كنا نشكله فيما مضى؟ ما رأيك بمساعدة صديق من أجل الأيام الخوالي؟ مثل الأيام الخوالي بالضبط، لكنني أريد التحدث إليك بعدها، هناك شيء أحتاج إليه كذلك. بالتأكيد، بعد أن تحضر صندوق أوراق الجميلة المصادر، لابد أنه عند الحراس. انطلق. حسناً، لكنني سأطلب منك شيئاً بعد هذا. نعم نعم. علي استدعاء الحرس. هل ستحرم امرأة؟ لا أريدك هنا. بابا، إنه قاتل. قاتل. ما الذي؟ اقضي عليه. لابد أن هذا صندوق أوراق الشاي الخاص بكم. يبدو أن الصندوق لا يزال سليما، سيكون كونغ مسرورا. أوراقي، شكراً لك أيها الحسون الصغير. أين أضعه؟ تعال تعال، ضعه هنا. ينجح باسم في التسليم ثانية. شكراً أيها الحسون الصغير. من أين جاء هذا؟ من بلاد الهند؟
لا، لقد قطع مسافة طويلة من الصين. إن موطني دالي ينتج أفضل أوراق الشاي. إنني أستورد أيضاً أوراق شاي من الهند، بل وبلاد فارس. يعلو شأنك في العالم يا كونغ. الكرخ أولاً ثم العالم. سأبيع سلعي في المزاد الكبير، هل سمعت به؟ دائرة المال، نعم، إنني أحاول دخولها. لما؟ ما نوع تجارتك أيها الحسن الصغير؟ لما لا تشاركها معي؟ لقد عملنا معاً بشكل جيد. نوع العمل الذي قد يوقعك في مأزق كبير. هل تعتقد أنك تستطيع مساعدتي على دخول المزاد؟ ذلك باسم الذي أعرفه، لديه أسرار دائماً، لكن لا تعبث بالأرجاء، أصبحت الكرخ أخطر بكثير من ذي قبل. المزاد حصري للغاية، وليس من السهل دخوله. سأساعدك أيها الحسن الصغير، لكن أولاً لدي طلب. انظر هناك، إنه مسدود، يمنع الحراس كل ما يدخل من الطريق والنهر، وكأنهم يتلقون أوامر من شخص أعلى رتبة. هذه الأيام صاروا لا يقبلون رشوتي نفسها. لابد أنهم يبحثون عن شيء، غرض أو لا أعرف، سخافات، لكنهم يضرون تجارتي، ذلك ما أعرفه. الآن صرت أبيع مجرد ماء أوراق شجر سخيف. إنهم يحتفظون بالأصناف في مستودع صاحب الميناء الخاضع للحراسة بالشرق من هنا. دعني أخمن، تريد مني المساعدة في تحرير بضائعك مقابل الدخول إلى المزاد. المستودع مزين باللافتات قرب بعض الرافعات. أغراضي مقابل دخول المزاد، هل تبدو صفقة جيدة؟ إنها كذلك. أنت يا صديقكم، لدي شيء ربما يثير اهتمامك، اقترب أكثر. كيف يمكنني مساعدتك؟ بل الأمر كيف أستطيع أنا مساعدتك؟ هل طلب منك كونغ دخول مستودع؟ تحدث بما عليك قوله فحسب. ذلك الرجل كونغ دائماً يجرب حظه. حسناً، إنه يوم سعده، لأنني أعرف بالمصادفة مكان المستودع. كل ما أحتاجه هو شيء في المقابل. أخبرني بما تعرفه. اتبع الطريق وعبر الجسر على اليمين، وسترى المستودع على يسارك. ذلك سيضيق نطاق البحث، أشكرك. كنت أشاهد مساعد الأمير، الفتى المغرور الذي من ميرو. هل تريد سيفاً؟ برأيك سيأتون في الموعد اليوم؟ كم تأخر؟ أنا بحاجة إلى خدمتك. أعداؤك هم أعداء الأسرع. أسمع يا حزالة، كيف يسلكون طريق الصلاة؟ لكن إياك الغروب. فهمت؟ أجل ضربة الأسرع. حان وقت الحاجة. المستودع الذي ذكره أحتاج إلى معرفة المزيد عن صاحب الميناء هذا.
أخذت تعليماً. قائمة بالسلع الأجنبية الغريبة التي صودرت، أكثرها من خارج بغداد. ها هي أغراضكم، مزهريات وبعض أوراق الشاي باهظة الثمن. لابد أن هذا ما يحتاج إليكم. بلاد الإغريق، الهند، أي شيء خارج بغداد. أردت الحفاظ برأسي، فمن الأفضل أن أحرص على تفقدها جميعا. تعليمات بتفتيش كل السلع الأجنبية، بحثاً عن قطعة أثرية، دبوس شعر صيني قديم على وجه التحديد. كل هذا يبدأ في الميناء. ماذا؟ اللعنة عليك! أبداً. أرجوك. المال، خزفيات وبضائع غريبة وسلع نادرة، كلها معروضة.
أراك ثانية. أنا أراك يا بطل. جيد، استمر حلوك. لا أنت ما سبب ماذا حدث هنا؟ سأغمضه. أسرع. نظر مشيئة الله أن تموت. مقزز. حان وقت سحق الأجساد. من أين؟ كن عيني يا يكي. ما الذي سأقطع أوصالك؟ استطلع المنطقة يا يكي. ماذا ترى يا إنكيدو؟ خطاب شديد اللهجة إلى صاحب الميناء. لقد ترك دبوس شعر يفلت من بين أصابعهم، وهذا لا يسر شخصاً ما. ثمة رائحة على هذا الخطاب، ورمز مألوف، الكلولو. يبدو أن صاحب الميناء جزء من التنظيم.
لقد أقام صاحب الميناء هذا الحصار على البضائع الأجنبية، لا سيما القطع الأثرية القديمة من الشرق. ليس هناك المزيد هنا. صاحب الميناء ينتظر. أفضل أن أبقى مستترا. الأفضل أن أستكر بالظلال. معا نرى كل شيء يأتي. سور آخر بين الناس وأصحاب السلطة. آمل ألا يتوقع صاحب الميناء وصولي. حارس للاستئجار. أحتاج مساعدة. أنا طول عمري لا أقصد التباهي. لكن انزف. أتبتعد أوصاله؟ سأنا أرسلت، لكن عليك الحذر. حشراً رويدك. أنا أنت تجد القتال بالنسبة إلى وحي يختبئ. أهناك عاصفة رملية؟ تباً. هكذا تعلم.
كونغ لدى من؟ من هناك؟ أنا مسلح. هذا أنا. الحسن الصغير يرجع إلى عشه. خالي اليفاض؟ إنها هنا، ستساعدك هذه في إخراج بضاعتك من الميناء. لم أشك فيك قط ولو ثانية. تعال وتناول فنجاناً من أجل الذكريات، بل سأعد لك شرابك المفضل. ماذا وجدت هناك؟ من وراء الأمر؟ رجل يدعى جاويد، كان يعمل لصالح شخص ما، يبحث عن قطعة أثرية، دبوس شعر غريب. إنه مهم بطريقة ما، أحتاج إلى اكتشاف السبب، لابد من ذلك. لقد تغيرت أيها الحسن الصغير، أم هل ينبغي أن أقول حسن فقط؟ عندما التقينا آخر مرة كنت لص شوارع، أما الآن آمل أنك تعرف ما تبحث عنه. من الأفضل أحياناً ترك الشوكة داخلك لئلا تنزف بغزارة. الآن ماذا عما وعدتني به؟ إليك دعوة للمزاد تمنح للضيوف المبجلين. لا تسألني من أين حصلت عليها، ما لم ترغب في سماع الأكاذيب. بتلك اللفافة ستدخل دون إقحام نفسك داخل صندوق من صناديقي. أكانت تلك خطتك؟ تحمل الرجال الأسوأ لتحقيق أهدافهم. يبحث شخص ذو نفوذ عن دبوس الشعر، لكنه تركه يفلت من يده. الآن فرصته الوحيدة في المزاد الكبير. لا وجود لأدلة أخرى. روشان ورفقة في انتظاري عند المقر.